أمطار في عطلة نهاية هذا الأسبوع بمشيئة الله، وأيضا حالة ماطرة واسعة يوم الأحد تشمل معظم المناطق ويطال تأثيرها أغلب المناطق، وتفاصيل هذه الأحوال الجوية في هذه النشرة الخاصة بعد هذا الفاصل. أعزائنا متابعين طقس العرب، أسعد الله مساءكم. من المتوقع بمشيئة الله أن تتأثر المملكة الأسبوع القادم بحالة جوية ماطرة تتأثر بها معظم مناطق المملكة، وسبب هذه الأحوال الجوية وكما نشاهد هنا من هذه الخرائط توزيع للأنظمة الجوية في المشرق العربي للأسبوع القادم يوضح أن هنالك ورود أو تدفق لمنخفضات جوية قادمة من شمال الجزيرة العربية بمشيئة الله لتتلاقى مع تدفق للرطوبة المدارية، مما يؤدي إلى تشكل السحب الركامية وأيضا هطول زخات متفاوتة الغزارة من الأمطار، مما يؤدي إلى تشكل السيول وجريان الأودية والشعاب. وبالانتقال إلى تفاصيل هذه الأحوال الجوية وكما نشاهد هنا من خرائط الهطولات المطرية الواردة لدينا في مركز طقس العرب، يوم السبت بمشيئة الله تتركز هذه الأمطار في المناطق الجنوبية الغربية للمملكة بما في ذلك جازان والباحة وأيضا أجزاء من مكة المكرمة، إلى أن تمتد هذه الأمطار مع ليل يوم السبت ويوم الأحد لتصل إلى غرب المنطقة الوسطى، أيضا أجزاء من حائل والقصيم والمدينة المنورة بمشيئة الله. يوم الأحد نهارا من المتوقع أن تكون ذروة هذه الأحوال الجوية بمشيئة الله لتشمل الأمطار مناطق واسعة من المملكة وتتركز في المناطق الوسطى بمشيئة الله، ومع ليل يوم الأحد حتى يوم الاثنين بمشيئة الله يبدأ هذا المنخفض الجوي بالتحرك باتجاه الشرق لتصبح الأمطار تقريبا في المناطق الشرقية وأيضا أجزاء من المناطق الوسطى والمناطق الجنوبية بمشيئة الله. من المتوقع أيضا أن تتسع رقعة الأمطار أيضا مرة ثانية يوم الثلاثاء والأربعاء بمشيئة الله، وسنطلعكم على باقي التفاصيل خلال الأيام القادمة بمشيئة الله. نتمنى السلامة للجميع. في حال أردتم المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب. دمتم في أمان الله.